حفر ذو القرنين أساسه 30 ذراعا إلى أسفل، وبناه بالحديد والنحاس حتى ساقه إلى وجه الأرض، ثم رفع عضاضتين يلي الجبل من جنبتي الفج، عرض كل عضاضة 25 ذراعا في سمك 50 ذراعا، وكله بناء بلبن من حديد مغيب في نحاس، تكون اللبن ذراعا ونصفا في ذراع ونصف في سمك 4 أصابع. هذا مقتطف من وصف سلام الترجمان لسد ذي القرنين. ماذا تعرف عن سلام الترجمان الرحال الذي اكتشف مكان سد ذي القرنين؟ يرجع ذكر قوم يأجوج ومأجوج إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، فلهم في تاريخ العالم قديما ومستقبلا ارتباط لا انفكاك منه، فقد جاء عن سد يأجوج ومأجوج في سورة الكهف: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. وقد تمكن ذو القرنين من بناء هذا السد أو الردم بين الجبلين الكبيرين من خلال خطة هندسية أوضحها القرآن الكريم، إذ صهر فوق ذلك الردم خليطا من الحديد والنحاس ليكون أشد قوة وأكثر إحكاما، حتى قال الله تعالى فيه: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي لم يستطيعوا أن يرتقوا أعلاه لارتفاعه وملاسته، ولم يستطيعوا أن ينقبوه ليخرجوا منه. وقد روت أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. والحديث يرويه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم إن من علامات القيامة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، بحيث لا تقدر البشرية بكل قوتها على صدهم وردهم. ومن هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية صار الاهتمام بقوم يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين أمر له دلالته المعرفية والثقافية في العقل الإسلامي. ويبدو أن هذه القضية أثيرت عدة مرات في العصرين الأموي والعباسي، حتى إن الخليفة العباسي هارون الواثق قرر أن يرسل بعثة برئاسة سلام الترجمان إلى ذلك السد لمعرفة خبره إثر رؤية مفزعة رآها في منامه. فكيف كانت رحلة سلام الترجمان إلى سد يأجوج ومأجوج؟ وكيف لاقى من الأهوال والصعاب في الطريق قبل 2200 عام؟ وما الذي رآه في ذلك السد؟ وهل سبقت رحلة السلام الترجمان رحلات أخرى؟ ذلك ما سنراه في قصتنا التالية. جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه، ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر سكرا من لحومهم ودمائهم. تلك هي مجمل روايات الأصول الإسلامية من الكتاب والسنة النبوية التي أبرزت لنا قوم يأجوج ومأجوج. لكن الوقائع التالية على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
جعلت قصة يأجوج ومأجوج تعود إلى سطح الأحداث بين الحين والآخر. ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأثناء فتح المسلمين لأذربيجان سنة 22 هجرية، أخبر صاحب أذربيجان شهرباز الفاتح المسلم عبد الرحمن بن ربيعة عن السد بقوله، قال: أيها الأمير، أتدري من أين جاء هذا الرجل؟ هذا الرجل بعثته منذ سنين نحو السد لينظر ما حاله ومن دونه، وزودته مالا عظيما، وكتبت له إلى من يليني وأهديت له، وسألته أن يكتب له إلى من ورائه، وزودته لكل ملك هدية، ففعل ذلك بكل ملك بينه وبينه حتى انتهى إليه. فلما انتهينا فإذا جبلان بينهما سد مسدود حتى ارتفع على الجبلين بعدما استوى بهما، وإذا دون السد خندق أشد سوادا من الليل لبعده. لكن في عصر الخليفة العباسي هارون الواثق الذي حكم العالم الإسلامي ما بين عامي 227 إلى 232 هجرية، وبينما هو نائم في إحدى لياليه رأى في منامه أن سد يأجوج ومأجوج مفتوح، ففزع لذلك أشد الفزع، وأمر بتجهيز بعثة علمية استكشافية لتقصي حقيقة الأمر. وقد أخبر الخليفة الواثق قائد الجيش العباسي أشناس التركي بحقيقة رؤياه، فأخبره أن رجلا يعمل في الإدارة العباسية في قسم الترجمة فيها اسمه سلام الترجمان يعرف 30 لغة. يقول سلام الترجمان عن تلك اللحظات: فدعا بي الواثق وقال: أريد أن تخرج إلى السد حتى تعينه وتجيئني بخبره. وضم إلي 50 رجلا شبابا أقوياء، ووصلني أي أعطاني 5000 دينار، وأعطاني ديتي إن مت في الطريق 10000 درهم، وأمر فأعطى كل رجل من 50000 درهم، ورزق أي راتب سنة. كما ينقل عبيد الله بن خرداذابة في كتابه المسالك والممالك، وقد سمع القصة كلها من سلام الترجمان، وهو مصدرنا الأساسي لها. وقد تجهزت القافلة الاستكشافية بالركائب والزاد والطعام، وخرجوا من عاصمة العباسيين آنذاك سامراء باتجاه الشمال، فصاروا نحو أرمينيا، وكانت جزءا من الدولة الإسلامية العباسية، وعاصمتها تفليس، تبليس عاصمة جورجيا اليوم. فحين وصلت بعثة سلام الترجمان، كتب والي أرمينيا إسحاق بن إسماعيل رسائل إلى ملوك القوقاز وجنوب روسيا، وأهمها آنذاك مملكة الخزر اليهودية. يقول السلام: فأقمنا عند ملك الخزر يوما وليلة حتى وجه معنا 5 أدلاء أي مرشدين، فسرنا من عنده نحو الشرق من شمال بحر قزوين 26 يوما، فانتهينا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة فسرنا فيها 10 أيام، ثم صرنا إلى مدن خراب فسرنا فيها 20 يوما، فسألنا عن حال تلك المدن فخبرنا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يتطرقونها فخربوها. يقطع المستشرق والعلامة الروسي إغناطيوش كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي أن سلام الترجمان وصل بالفعل إلى بحيرة بلقاش، وهي بحيرة تقع اليوم في كازاخستان، بل تمكن من الوصول إلى منطقة جانغازيا في الصين اليوم، وأنه ربما اطلع على سور الصين العظيم. يؤكد سلام الترجمان أن بعثته تمكنت من الوصول إلى مدينة اسمها أيكا، فيها مزارع هي التي كان ينزلها ذو القرنين بعسكره، بينها وبين السد مسيرة 3 أيام، حتى تصير إلى السد في اليوم الثالث، وهو جبل مستدير ذكر أن يأجوج ومأجوج فيه وهما صنفان. والسد الذي بناه ذو القرنين هو فج أي ممر بين جبلين عرضه 100 ذراع، وهو الطريق الذي يخرجون منه فيتفرقون في الأرض. ما يلفت النظر أن سلام استطاع أن يصف هذا السد بصورة دقيقة لأنه رآه رأي العين. وعلى الرغم من تشكيكات بعض المستشرقين والمؤرخين الأوروبيين والروس من أصل هذه الرحلة وحقيقتها، فإن البعض الآخر أكد صحتها لأنها رويت منه شفاها، وقد رواها عنه ابن خرداذابة الجغرافي وأحد الموظفين الكبار في الديوان العباسي.
وقد أشاد الكثير من الباحثين الأوروبيين بهذه الرحلة والملاحظات المهمة والدقيقة التي ذكر سلام الذي يقول عن السد: حفر ذو القرنين أساسه 30 ذراعا إلى أسفل، وبناه بالحديد والنحاس حتى ساقه إلى وجه الأرض، ثم رفع عضادتين، العضادة مثل الحائط أو العتبة الرأسية لأعلى، يلي الجبل من جنبتي الفج، عرض كل عضادة 25 ذراعا، في سمك 50 ذراعا، وكله بناء بلبن من حديد مغيب أي مذاب في نحاس، تكون اللبنة ذراعا ونصف في ذراع ونصف في سمك 4 أصابع. يؤكد سلام أن ذا القرنين استطاع بناء الردم مثل الباب تماما، ردم أعلاه حجارة مصنوعة من الحديد والنحاس، ثم فوق ذلك حديد ونحاس مصهور حتى لا يدخل من الباب ولا من الجبل ريح، كأنه خلق خلقه كما يصف، أي كأن هذا الردم الذي يشبه الباب أصبح مثل الجبلين الواقع بينهما، يحسب الرأي أنه جبل مثلهما تماما. بل يؤكد سلام الترجمان أن هذا الباب أو الردم السد الذي يبلغ ارتفاعه 120 ذراعا، أي ما يقارب 55 مترا، كان له قفل ارتفاعه 25 ذراعا، أي 11.5 متر، لا يحتضنه رجلان كما يصف سلام. ولا ندري هل هو قفل بالفعل على البناء الذي يشبه الباب، أم هو مزيد إحكام وتدعيم لجسد السد أو الردم من الخارج. ويسأل سلام سكان تلك المنطقة التي كان ملكها قد عين حفظة من 3 رجال معهم مطرقة، كانوا يطرقون كل يوم 3 طرقات على هذا البناء العظيم، فيضرب القفل ضربة في أول النهار فيسمع لهم، أي من وراء الردم أو السد، جلبة أي أصوات عالية مثل كور الزنابير، ثم يخمدون، فإذا كان عند الظهر ضرب ضربة أخرى ويصغي بأذنه إلى الباب، فتكون جلبتهم أي صياحهم في الثانية أشد من الأولى، ثم يخمدون، فإذا كان وقت العصر ضرب ضربة أخرى فيضجون مثل ذلك، ثم يقعد إلى مغيب الشمس ثم ينصرف. الغرض في قرع القفل أن يسمع من وراء الباب فيعلم أن هناك حفظة، ويعلم هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا في الباب أي السد حدثا. وقد سأل سلام الترجمان قائد البعثة الاستكشافية هؤلاء الحفظة، أي رجال الأمن الذين يحفظون السد ويراقبون التطورات اليومية فيه، سألهم عن أي عيوب لاحظوها في هذا السد، قالوا ما فيه إلا هذا الشق، والشق كان بالعرض مثل الخيط دقيق، فقلت تخشون عليه شيئا؟ فقالوا لا، فدنوت وأخرجت من خفي سكينا فحككت موضع الشق، فأخرج منه مقدار نصف درهم من الحديد المتساقط منه، وأشده في منديل لأريه الواثق بالله. انتهى سلام الترجمان من معاينة جسد سد ذي القرنين، وأكمل بعثته على أتم وجه، وقرروا العودة من وسط آسيا فيما يبدو من وصفه باتجاه العراق، لكن طريق العودة هذه المرة لم يكن مثل طريق الذهاب، فقد توجهوا نحو خراسان، تركمانستان وأقصى شرق إيران، حتى مروا على مدينة سمرقند، ثم بخارى، ثم إلى ثرمذ، ثم نيسابور. وقد مات من الرجال الذين كانوا معنا ومن مرض منهم في الذهاب 22 رجلا، من مات منهم دفن في ثيابه، ومن مرض خلفناه مريضا في بعض القرى، ومات في المرجع أي الرجوع 14 رجلا. يقرر سلام أن مدة الذهاب إلى السد كانت في 16 شهرا، ورجعنا إلى العراق في 12 شهرا وأيام، أي إن مدة البعثة الاستكشافية استمرت 2 و4 أشهر في الذهاب والاستكشاف والعودة. وحين وصل سلام إلى عاصمة العباسيين المؤقتة آنذاك سامراء، يقول: فدخلت على الواثق فأخبرته بالقصة، وأريته الحديد الذي كنت حككته من الباب، فحمد الله على أن السد لم ينقب ولم يهدم، وأمر بصدقة يتصدق بها، وأعطى الرجال كل رجل 1000 دينار. تلك هي رحلة سلام الترجمان إلى سد يأجوج ومأجوج في الفترة ما بين 227 هجرية إلى 232 هجرية، وقد اختلف الجغرافيون المسلمون الأقدمون
مثل ابن رسته وابن الفقيه وياقوت الحموي حول صحتها، كما اختلف المؤرخون والمستشرقون الروس الذين اهتموا بها، لأن هذه البعثة قد مرت بأراضي الروس بداية من القوقاز ثم بخط سير من شمال بحر قزوين باتجاه وسط آسيا والصين. وأيا ما يكن من وصف هذه الرحلة، فإنها تعد منجزا علميا وجغرافيا فريدا سبق إليه المسلمون قبل 1200 عام.